هذه مراجعة للهيونداي جراند كريتا. في البداية خلوني أعلمكم شوي عن الهيونداي جراند كريتا. الهيونداي عندها سيارة كريتا وهي سيارة كروس أوفر شوي أصغر من الجراند كريتا، ولكن طلعوا الجراند كريتا عشان تكون بثلاث صفوف من المقاعد. وأهم منافس للجراند كريتا هي الكيا الكارنز، فكلهم يجون ثلاث صفوف مقاعد وتقريبا نفس الحجم، ولكن الهيونداي جاي شكلها على SUV أكثر عكس الكارنز. تجيب مكينة 4 سلندر 2 لتر بقوة 159 حصان وعزم 191 نيوتن متر. بصراحة تمنيت أن المكينة تكون أقوى، خصوصا لو حملت السيارة بالكامل ما أعتقد المكينة راح يكون أداءها ممتاز، ولكن في حالة أنه شخص واحد أو شخصين اللي راكب السيارة شوي بطيئة ولكن شايلة حيلها، ما لاحظت مشكلة كبيرة فيها. جايب إنارات LED والإنارات النهارية زي ما أنتم شايفين هنا، جايب ثلاث عدسات للعالي والواطي، وبرضو جايب الحساسات الأمامية، ولكن جراند كريتا ما تتوفر لا بكاميرا أمامية ولا بكاميرا جانبية. وبالنسبة لشكل السيارة الجانبي فهي جاية بجنوط مقاس 18 إنش، وزي ما أنتم شايفين التكحيلة الموجودة هنا، وبرضو جاية بنظام السحب الأمامي. بالنسبة لصرفية الوقود فهي 15.7 وتعتبر ممتازة بلس، وتأخذ بنزين 91. طبعا في هذه الفئة زي ما انتم شايفين السقف هنا جاي باللون الأسود، الفئة اللي أقل يجي السقف بنفس لون السيارة. وبالنسبة لشكل السيارة من وراء فهي برضو جاية بإنارات LED، كتابة كريتا وهنا كتابة جراند، وزي ما قلت لكم المكينة 2.0. تجيب الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية. وأما إذا جينا لمساحة الشنطة، طبعا الشنطة تعتبر عادية، فتحها عادي، ولكن الجميل انه في حالة وجود مقاعد الصف الثالث مرفوعة فالمساحة تعتبر صغيرة في حدود 178 لتر، ولكن الميزة لو صفت مقاعد الصف الثالث ما كنت تحتاجها فالمساحة 1670 لتر. بصراحة يمكن هذه أكبر شنطة في فئتها، ممتازة جدا، مقاربة جدا لنفس الكيا كارنز زي ما قلت لكم. تجي بنظام صوتي زي ما انتم شايفين هنا من بوز، وبرضو جاية بالإنارات الخلفية للشنطة علشان تنور لك الشنطة بالكامل، فهذه برضو ميزة ممتازة. وبما أن عند مقاعد الصف الثالث فزي ما انتم شايفين المساحة هنا بصراحة ما تنفع إلا الأطفال، جربتها. برضو عندك فتحة USB في كل جهة، وهذا شغلة ممتازة. التحكم بالتكييف موجود مقاعد الصف الثالث، وفتحتين للتكييف برضو موجودة هنا، فهذه بصراحة كلها أشياء ممتازة مقاعد الصف الثالث. من ضمن الأشياء اللي تمنيتها في السيارة أنها تجي بالنقاط العمياء، لكن مع الأسف ما فيها نقاط عمياء. بالنسبة للدخول الذكي فهو فقط على الأبواب الأمامية، ولما فتحنا الباب زي ما أنتم شايفين طبعا هذا الجزء بلاستيك اللي تحت جاي من الجلد علشان يكون أكثر تناسق مع المراتب، جاي الباب باللون الأسود مع اللون الأبيض. التحكم بالدرايش الأوتوماتيك فقط القزازة السائق، وجاي بنظام صوتي من بوز. بصراحة انصدمت من وجود نظام صوتي من بوز في هذه الفئة، ولكن يعتبر شيء ممتاز. زي ما انتم شايفين هذا هو تصميم المقعد، جاي من لونين مع التطريز الموجود هنا، فهذا شيء ممتاز. تحكم يدوي المقعد الراكب، تحكم الكهربائي بس المقعد السائق. خلونا نعطيكم الزوم اوت عشان يكون شكلها اوضح. الدركسون جاي مكسوم من الجلد، وجاي تشوفون هنا جاي مخرم، صراحة يعطيه مسكة جميلة. جاية بشيفترز للي حاب يستخدمها، لكن السيارة بصراحة مكينتها شوي ضعيفة لأنه تحتاج شيفترز، لكن بغض النظر أضافوها. عندك هنا التحكم مثبت السرعة، والجهة الثانية التحكم بالصوت، وشاشة الإعدادات مقاسها 10.2 إنش. شاشة جميلة وواضحة وما فيها أي مشكلة، موجودة على باقي سيارات هيونداي، ما تجي طبعا إلا في هذه الفئة. الشاشة الرئيسية مقاس 8 إنش. لو تلاحظون أو اللي متعود على نظام هيونداي يعتبر نظام الشاشة هو النظام القديم، ما هو النظام الجديد مثل الموجود مثلا على السوناتا أو غيرها، لكن أهم شيء موجود أنه يدعم نظام الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو، فهذا هو الشيء المهم. بالنسبة للكاميرا الخلفية بصراحة دقتها تعتبر أقل من عادية، ولكن وجود كاميرا هذا هو المهم، لكن تمنيتها تكون بجودة أفضل. بالنسبة للتصميم فزي ما انتم شايفين التصميم هنا بصراحة جاي شكله جميل ومايل أكثر جهة الساق، يعني عشان يعطيك تركيز أكبر. هذا المكان كله بلاستيك، لكن موجود إرباقات أمامية يعني موجودة هنا، ففيها إرباقات برضو جانبية، فهذا شيء ممتاز. بالنسبة للجير فهو من 6 سرعات. التحكم بالتكييف موجود هنا، بصراحة التحكم بالتكييف ما هو الأفضل، تمنيت أنه يكون أقوى، ولكن
يعني نظام التبريد صراحة هو أقل مكيف من هيونداي، ياخذ له وقت إلين ما يبرد السيارة، لكن بشكل عام مقبول يعتبر، ما أبغى أقول ممتاز بصراحة، لأنه فعلا في الحر ياخذ له وقت طويل لما يبرد، لكن دفع الهواء بصراحة على ممتاز فيه جدا، يعني يمكن حاسه شوي بعدتم يعني بزيادة دفع الهواء، دفع الهواء قوي جدا في السيارة. فيها هنا فتحتين لليو اس بي ومخرج 12 فولت، وبرضه موجود عندك الشاحن اللاسلكي موجود هنا. هنا وضعية التحكم بالقيادة، وتتغير معها العدادات، هذا الايكو وهذا الكومفورت. عندك هنا جنط الكتروني مع خاصية الاوتو هولد، وزي العادة في سيارات هيونداي كل مرة تركب السيارة لازم تضغط على زر الاوتو هولد عشان تشتغل معك، تمنيت انه يشتغل بشكل دائم. وعندك هنا التحكم بتبريد المقاعد، برضو ميزة جدا ممتازة انهم اضافوها في هذه السيارة. وعندك هنا اثنين حامل اكواب جاية بهذه الطريقة بدل ما هي جاية بطريقة عرضية، وهذه مساحة تخزين اضافية تحت الدرج. بالنسبة للمقاعد الصف الثاني، فقبل لا افتح الباب زي ما انتم شايفين تصميم الباب جاي طويل بصراحة علشان يحطون مكان مقعد الصف الثالث، فهذا هو اهم فرق بينها وبين الكريت العادية. لما فتحت الباب اول شيء راح تلاحظ ان السيارة جاية بستاير عادية، يمكن لو كانت كهربائية احسن، لكن توفيرا للسعر حطوها ستاير عادية. وتصميم الباب جاي مقارب للباب الامامي مع نظام صوتي من بوز. قبل لا نركب مقاعد الصف الثاني خلونا اوريكم دخول الصف الثالث، مجرد ما تميلها من هنا وترفع المرتبة وتقدر تدخل مقاعد الصف الثالث، فزي ما انتم شايفين تعتبر المساحة صغيرة، لكن الدخول والخروج يعتبر مرة سهل، تقفل هذه ترفعها. اما بالنسبة لمقاعد الصف الثاني فبصراحة يعني من وجهة نظري اشوف المساحة فيها تعتبر ممتازة، في حدود 4 إلى 5 أصابع بيني وبين المقعد اللي قدامي، مضبطة على وضعيتي. أنا حاب شوي أقدم المرتفع، فممكن تقريبا في حدود 4 أصابع، لكن زي ما انتم شايفين مساحة الرجول بصراحة تعتبر ما فيها أي إشكالية. فيها فتحتين للتكييف، فتحة يو اس بي واحدة، تمنيتها تكون على الأقل فتحتين بحكم إنها سيارة عائلية وشحن الأيباد وشحن الجوالات، لكن حاطين لك فتحة واحدة. في أماكن للتخزين خلف المقاعد، وبرضو فتحة السقف البنورامية أكثر من يستمتع فيها هم مقاعد الصف الثاني، لأنها بصراحة توصلهم ممتدة شوي بعد وراهم. وعندك هنا برضو مكانين لتثبيت مقاعد الأطفال، وحاطين لك تكاية، ولكنها مع الأسف عادية ما فيها أي حوامل أكواب، فإذا تحتاج حوامل أكواب فمالك إلا الأبواب. طبعا من ضمن الاشياء برضو الموجوده في السياره نسيت اذكرها في الامام، اللي هو الانارات المحيطيه الموجوده هنا جايه باللون الابيض، اعتقد انها راح تبين بحكم انه في النهار، ولكن ممتده موجوده هنا في الطبلون وموجوده شوي على الابواب وتمتد للابواب الخلفيه، وبرضو نفس الشيء في هذه الجهه. طيب بالنسبة للرأي في الهيونداي كرايرنز، إذا أنت تحتاج سيارة 3 صفوف مقاعد ويعتبر سعرها شوي رخيص، فصراحة أفضل خيار من هيونداي بعيدا عن الخيارات الصينية، في خيارات صينية بنفس السعر وحجمها أكبر أو حتى أصغر شوي وبسعر أرخص. هي مقاربة جدا للكيا كارنز، أنا جربت الكيا كارنز من قبل، مقاربة جدا للكيا كارنز لكن في اختلاف بسيط بينهم. زي ما قلت 3 صفوف من المقاعد، أصغر سيارة 3 صفوف مقاعد من هيونداي. مساحة الصف الثالث فقط للأطفال، تمنيتها تكون أكبر، لكن إذا أنت فقط تحتاجها للأطفال فهي مناسبة، وبرضو تعطيك مساحة شنطة ممتازة. بالنسبة لعزل الهواء في السيارة، فإلى 80-90 عزل الهواء يعتبر جيد، ثم بعد كذا يبدأ ينخفض بشكل واضح، حال 120 تسمع صوت الهواء يعني بشكل واضح، لكن مع النظام الصوتي للبوز يخفف كثير الصوت من النظام ممتازة، لو رفعت الصوت شوي راح يختفي صوت الهواء، فهي ما هي مشكلة كبيرة. بالنسبة لنظام التعليق في السيارة، بصراحة المقاعد ما تعتبر ألين مقاعد، فشوي تعتبر قاسية، وبرضو نفس الشيء نظام التعليق ما هو الألين، فما تحس أنك راكب سيارة لينة، فيها شوي قساوة. أما إذا جينا من ناحية ثبات السيارة فلا، مع الأسف ما لاحظت أن السيارة تعتبر ثابتة، يعني إذا أنت تمشي في خط مستقيم السيارة ما فيها أي مشكلة، سيارة جديدة وثباتها في الطريق يعتبر ممتاز، لكن في المنعطفات وفي اللفات أعتقد بسبب تصميم السيارة ما هي الأفضل. يعني لو كانت سيارة سيدان مثلا، سيارة سيدان أكيد أفضل بكثير منها، ما هي سيئة السيارة أو والله فيها مشكلة وما راح ترتاح فيها، لكن بس نقطة حبيت أوضحها أن من ناحية الثبات فهي ما هي الأفضل،
في المنعطفات يعني تهدي على 80 على 70 تاخذ منعطفات. المخارج اللي مثلا في الدائرة اللي تقدر تاخذ منها دوار هذه تاخذها يمكن على سرعة 60 تقدر تاخذ الى 70، لكن زي ما قلت ما راح تحس ان السيارة هي الاثبت، الوزن اللي وراء مسبب لها ثقله شوي، فهذا الشيء يعني لازم تحطه في الحسبان. اما بالنسبه لباقي امور السياره فزي ما قلت بصراحه تعتبر جيده. نسيت احط لكم اسعار السياره فراح احطها لكم الحين. سياره تجي بفئتين وهذه هي اسعارها، ما تعتبر ارخص. اعتقد الكيا كارنز شوي ارخص، لكن الكيا كارنز جايه شوي تصميمها على شكل فان، اما هذه جايه شوي شكلها اس يو في، فموضوع يعتمد على الذوق اكثر. حسيت الكارنز عمليه اكثر، لكن الفرق بينهم ما هو مره كبير، فاذا تفضل التصميم ممكن تاخذ الهيونداي تطح شوي بموضوع العملانيه، او تاخذ الكارنز عمليه اكثر لكن تصميمها جاي شوي على شكل فان، ف الاختيار لك في الاخير. برضو من الاشياء الجميله في السياره نظام الفرامل في السياره بصراحه ممتاز. انا قبل فتره كان معي الهيونداي فينيو اللي هي تعتبر اصغر من الكريتا، وكانت فراملها الخلفية ما هي جاية فحمات عادية، كانت جاية أقمشة، فكان نظام قديم ما يعتبر أفضل فرامل، لكن هذه جاية فرامل عادية وفراملها جيدة ما أشوف فيها أي إشكالية. تصميم السيارة من وراء خاص فقط بالجراند كريتا، الكريتا العادية يجي تصميمها من وراء مختلف عن الجراند كريتا. وهذه كانت مراجعتي للهيونداي جراند كريتا، أتمنى أني ما طولت عليكم وأنها نالت على إعجابكم، ولا تنسون بدعمكم بلايك وسبسكرايب لأنها بصراحة تفرق، ونشوفكم في الفيديوهات الجاية.